لعلك تعلم بأن الضوء يستغرق 8 دقائق سريعة للوصول إلينا من سطح الشمس، لكن كم من الوقت برأيك يستغرق هذا الضوء لرحلته من باطن الشمس إلى سطحها؟ 0.5 ثواني أو 1 دقيقة على الأكثر؟ حسناً، على نحو غريب فإن الجواب هو 10,000 من السنين. إليكم السبب: يتم إنتاج الفوتونات من التفاعلات النووية التي تحدث في أعماق نواة الشمس، وعندما تخرج الفوتونات من النواة فإنها تتفاعل مع مادة الشمس وتفقد طاقتها لتغدو على شكل موجات ضوئية أكثر طولاً. تكون في البداية على شكل أشعة جاما في النواة، لكن تنتهي كأشعة سينية، أشعة فوق بنفسجية أو ضوء مرئي بالقرب من السطح. على أي حال، إلا أن هذه المرحلة ليست بسيطة أو مباشرة، فبمجرد أن يتم إنتاجه يسافر كل فوتون بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية إلى أن يصطدم مع بروتون ويتغير اتجاهه ليبدو مثل رصاصة ترتد عن كل جسيم مشحون تصطدم به. إن السؤال حول المسافة التي يبتعد بها هذا الفوتون عن مركز الشمس بعد كل تصادم يعرف بمسألة السير العشوائي. إن الإجابة عليها في المعادلة التالية: المسافة تساوي حجم الخطوة ضرب الجذر التربيعي لعدد الخطوات. فإذا ما سلكت طريقاً عشوائياً من باب منزلك بخطوة قدرها متراً واحداً كل ثانية، فإن الأمر سيستغرق منك 1,000,000 خطوة و11 يوماً لتقطع مسافة كيلومتراً واحداً فقط. إذن كم من الوقت يستغرق الفوتون الذي ينتج في نواة الشمس حتى يصل إليك؟ نحن نعرف كتلة الشمس ويمكن استخدام ذلك لحساب عدد البروتونات التي بداخلها. فلنفترض لوهلة أن كل البروتونات تنتشر بالتساوي داخل الشمس، وهذا يجعل متوسط المسافة بينها حوالي 1.0×10^10 متر. ولكي تمشي عشوائياً مسافة 690,000 كيلومترا من نواة الشمس إلى سطحها، فهذا يتطلب 3.9×37^10 خطوة، أي أن إجمالي الوقت المستغرق هو 400 مليار سنة. ولا يمكن أن يكون هذا صحيحاً، فعمر الشمس لا يزيد عن 4.6 مليار سنة. فأين الخطأ إذن؟ الخطأ على شقين: إن الشمس في الواقع لا تتمتع بكثافة موحدة، كما أن الفوتونات ستتجنب عدداً من البروتونات بين كل اصطدام. في الحقيقة، إن طاقة الفوتون، والتي تتغير على مدى مسار رحلتها، تحدد احتمالاتها في التفاعل مع البروتون. أما فيما يتعلق بمسألة الكثافة، تظهر نماذجنا أن الشمس تتمتع بنواة ملتهبة، حيث تحدث فيها تفاعلات الانصهار، وتحيط بها المنطقة الإشعاعية، تليها منطقة الحمل الحراري، والتي تمتد كل الطريق إلى السطح. إن المواد الموجودة في النواة أكثر كثافة من الرصاص، في حين أن البلازما الملتهبة قرب السطح أقل كثافة بمليون مرة، بالإضافة إلى سلسلة متصلة من الكثافات فيما بينهما. وإليك علاقة الفوتون بالطاقة: بالنسبة للفوتون والذي يحمل كمية صغيرة من الطاقة، فإن البروتون ضخم بما يكفي، وعلى الأرجح سيسبب ارتداد الفوتون، ويتحقق للفوتون ذو الطاقة العالية عكس ما سبق. البروتونات ضئيلة بشكل كبير، كما أن الفوتونات تبدأ بطاقة كبيرة جداً مقارنة بما هي عليه عندما تطلق نهائياً من سطح الشمس. الآن عند استخدام الكمبيوتر ونموذج متطور لباطن الشمس لحساب معادلة السير العشوائي مع كل تلك الكميات المتغيرة، نحصل على الرقم التالي: 170,000 سنة. الاكتشافات المستقبلية عن الشمس قد تزيد من دقة هذا الرقم، ولكن في الوقت الراهن فإن أفضل ما توصل إليه فهمنا هو أن الضوء الذي تراه عيناك اليوم قد أمضى 170,000 سنة ليجد طريقه نحو سطح الشمس، بالإضافة إلى الدقائق 8 الضئيلة في الفضاء. بعبارة أخرى، ذلك الفوتون بدأ رحلته قبل مدة تساوي 2 عصر جليديين، أي في الوقت نفسه الذي بدأ فيه البشر بارتداء الملابس لأول مرة. اشترك في هذه القناة ولا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.